مشاهدينا ننتقل بكم الآن إلى المؤتمر الصحفي الأسبوعي للمتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة الدكتور حسن ناظم، فإلى هناك. السلام عليكم. بداية نعزي أنفسنا ونعزي العراقيين جميعا بالحادث الأليم، حادث حريق مستشفى الحسين في محافظة ذي قار. سأتكلم عن هذا الموضوع وأنا أستعرض مقررات اجتماع مجلس الوزراء هذا اليوم. عقد الاجتماع وفي ديباجته تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي. أولا ما تحدث بعد أن قرأنا سورة الفاتحة على أرواح الضحايا في موضوع هذا الحريق، هو فاجعة كبيرة ويخلف جرحا عميقا في نفوسنا، ونحن لسنا على مبعد من الحادث الأليم الآخر الذي احترقت فيه مستشفى ابن الخطيب. وتعلمون إجراءات الحكومة آنذاك في اللجنة التحقيقية وما أدت إليه. هذه الحوادث تحدث للأسف في كل مرة لأسباب عديدة تخص بناء الدولة في بلدنا، سوء الإدارة والفساد والكوادر وكل ما يحف من ظروف بناء هذه الأيام وقبل هذه الأيام، هي أسباب تؤدي إلى مثل هذا الأمر، إلى مثل هذه الكارثة التي شهدناها أمس في الناصرية. السيد رئيس مجلس الوزراء تحدث وقال نحن نتحمل أحيانا الكوارث الطبيعية مثل جائحة كورونا، مثل أن نجد أنفسنا في وضع اقتصادي لأسباب تتعلق بأسعار النفط لتدهور اقتصادي متراكم من سنين طويلة، لكن أحيانا تصيبنا كوارث بفعل فاعل. أيضا تعلمون تفجير أبراج الكهرباء التي انتعشت هذه الأيام وخلفها ما خلفها من أشياء، للأسف كل هذه تفت في عضد الدولة وتضعفها. والشاعر يقول متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وآخر يهدم. لدينا تفجير أبراج كهرباء، لدينا حرائق، لدينا سلاح منفلت، كأن السفينة لا تقاد باتجاه واحد، ولذلك نحن في دوامة على الدوام. هذه معضلة كبيرة. شكلت لجنة تحقيقية في هذا الموضوع، أول إجراء اتخذته الحكومة يوم أمس هو أنها أرسلت وفداً رفيع المستوى من مجموعة من الوزراء إلى الناصرية، والتقت بالأهالي هناك لتعرف تداعيات هذا الموضوع وتأثيراته. ثم شكلت لجنة تحقيقية في هذا الموضوع ومنحت مهلة أسبوع لإنجاز أعمالها، وهذا دأب للحكومة في أنه في مثل هذه الحوادث لا تجعل اللجان التحقيقية مفتوحة الوقت، وهذا ما حدث مع اللجنة التحقيقية في مستشفى ابن الخطيب حينما أمهلت 5 أيام، واليوم منحت أسبوع لإنجاز هذه اللجنة وتقديم التوصيات ومعرفة الأسباب والمقصرين وطبيعة المحاسبة التي ستكون في ضوء هذه اللجنة. كان هناك أيضا حديث عن أننا لا نطبق التوجيهات
التي يصدرها مجلس الوزراء أو السيد رئيس مجلس الوزراء. يعني منذ حادثة مستشفى ابن الخطيب وهي ليست ببعيدة، كانت هناك توجيهات صارمة للمؤسسات الحكومية في مراقبة إجراءات السلامة، وكان هناك عمل حقيقة في الوزارات على هذا الموضوع واتخذت إجراءات، لكن كثير من مستشفياتنا بنيت على عجل في أيام كورونا، بنيت دون تحقيق شروط السلامة، ولذلك تحدث مثل هذه الحوادث. نحن سننتظر اللجنة التحقيقية أسبوعاً وسنعرف مخرجاتها وسيحاسب المقصرون في هذا الحادث الأليم. في موضوع آخر، الحكومة معنية بالانتخابات، أحد مهامها الأساسية هو إجراء الانتخابات المبكرة. اليوم استضيفت مفوضية الانتخابات مع وكلاء الوزارات كافة المعنيين بالإدارة، الوكلاء الإداريين استضيفوا في مجلس الوزراء جميعا لدعم المفوضية في بعض الصعوبات التي تواجهها. هناك خطة مرسومة، وهناك جدول في المواقيت، وهناك احتياجات تظهر لدى المفوضية فتسارع إلى المجيء إلى مجلس الوزراء، وليست هذه المرة الأولى. تعلمون في كل مرة أن أعلن هذا القرارات التي تحظى بها المفوضية من أجل إنجاز الانتخابات المبكرة. هذا اليوم أيضا ذللت كثير من الصعوبات للمفوضية فيما يتعلق بالكوادر، فيما يتعلق بكل ما يعينها على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد المبكر وهو العاشر من شهر عشر القادم. كان هناك أيضا عرض لموقف الكهرباء في العراق، استضيف فيه السيد الوكيل الإداري أستاذ عادل كريم، وعرض أمام مجلس الوزراء موقف الكهرباء هذه الأيام في بلدنا بعد كل ما حدث من انهيار للشبكة منذ أكثر من أسبوع، وبعد سلسلة التفجيرات التي تعرضت لها أبراج الكهرباء. قدم لنا تقريرا من أن الوضع الكهرباء مستقر، منظومة الكهرباء مستقرة، والإنتاج مستقر أيضا، وهناك خطة مستقبلية يحاول وضعها هذه الأيام للعام 2022. نحن نحاول أن نخطط للسنة القادمة من الآن، ولا نقع في أخطاء من سبقنا في أن التخطيط يكون آنيا وعاجلا دون رؤية إلى البعيد. فعرض السيد الوكيل جملة من الأفكار التي حظيت بمناقشة في مجلس الوزراء وقدم لها الدعم اللازم لتنفيذها. فيما يتعلق بضحايا الحريق ليلة أمس، كان هناك قرار صوت عليه مجلس الوزراء بشمول ضحايا حادث الحريق في مستشفى الحسين بقانون الحقوق التقاعدية للمتوفين من منتسبي وزارة الصحة من ذوي المهن الطبية والصحية والإدارية. هذا القرار يشمل جميع الضحايا، وهو أول قرار يتخذ بعد الحادث وبعد الفاجعة، وإن شاء الله نحن ننتظر مخرجات اللجنة التحقيقية لنمضي في معرفة الأسباب ومحاسبة المقصرين. فيما يتعلق بما قدمته وزارة التخطيط، كان هناك قرار أيضا أقر هذا القرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن مشروع إعادة تأهيل خط كهرباء بغداد حديثة. هذا المشروع كان متلكئا لصعوبات ومشكلات بين المستثمر وبين الجهة المستفيدة. الآن حلت هذه المشكلات واستؤنف العمل فيه بفضل هذا القرار
وستمضي وزارة الكهرباء. طبعا هي سابقا مضت وزارة الكهرباء في إنجاز هذا المشروع وحققت تقدما ملحوظا ومهما في إنجازه. هذا مجمل ما لدي اليوم وأستمع إلى أسئلتكم. السلام عليكم معالي الوزير. يعني ذكرتم خلال حديثكم عن تدهور واقع الكهرباء وهناك خطوات من أجل أن تكون هنالك تجاوز لهذه المحنة وهذا التدهور. يعني زيارة رئيس الوزراء إلى وزارة الكهرباء والتوجه نحو أن تكون هناك خطط لوزارة الكهرباء بربط مع دول الجوار، ربط مع دول الخليج، أو هنالك مشاريع استراتيجية متوقفة يجب العمل عليها. هذه الخطوات هل من الممكن أن نراها خلال هذه عمر هذه الحكومة أم هل ستكون هنالك ربما يعني أبعاد أخرى أو أوقات أخرى؟ شكرا جزيلا. شكرا على هذا السؤال. هو يتعلق بالكهرباء. طبعا الحكومة عملت على مستويات عديدة لتعزيز الطاقة الكهربائية، ليس فقط في الإنتاج بل في هذه الاتفاقات العديدة التي أبرمتها مع دول مجاورة. نحن نعمل في آن واحد على ربط كهربائي مع دول الخليج ومع مصر والأردن ومع تركيا أيضا، وتعرفون ارتباطنا مع إيران فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية. إذن كل الفرص متاحة وكل الفرص نعمل عليها الآن. فيما يتعلق بالربط الخليجي هناك تقدم في المفاوضات جرى الأسبوع الماضي فيما يتعلق بتخصيص الأموال وفيما يتعلق بتحديد المسار، مسارات الربط وتحديد الخط الناقل، وأعتقد هذا يعني نوع من المثابرة والمتابعة لهذا المشروع الذي حققنا فيه تقدم في الأسبوع الماضي فقط. سعد البدراني، رئيس تحرير صحيفة الإعلام. يحل علينا في الشهر القادم ذكرى تأسيس أول حكومة عراقية قومها 100 عام، اليوبيل الذهبي. هل هناك مشاركات وفعاليات وتحضيرات بهذا الخصوص، ومن هي الجهة المشاركة لإحياء هكذا كرنفال؟ فيما يتعلق بمئوية تأسيس الدولة العراقية، مضي 100 عام على تأسيس الدولة، كان هناك لجنة الأمر الديواني التي ترأسها وزارة الثقافة مع عضويات لأمانة بغداد، وزارة الخارجية، وشبكة الإعلام العراقي، سلسلة اجتماعات حددت مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي ستقام في مطلع الشهر الثامن إن شاء الله، تذكر بتأسيس دولة العراق، تحاول أن تكرس الوعي بأهمية الدولة. دولة العراق بضى عليها قرن من الزمان الآن، من 1921 إلى 2021، قرن من الزمان فيه ما فيه من تحديات بناء الدولة، وفيه ما فيه من إبداع، وفيه ما فيه من مشاركة العراقيين في إنتاج الثقافة، في إنتاج المعرفة، في إنتاج الصناعة، في إنتاج القوانين. سنذكر بهذه المسيرة الطويلة لبناء الدولة العراقية عبر أنشطة تقوم بها كل هذه الوزارات والهيئات والمؤسسات التي تشترك في هذا العمل. السلام عليكم معالي الوزير. مصطفى صقر من قناة NRT عربية. يشهد العراق اليوم أزمات على صعيد الصحة وعلى أزمات على صعيد الطاقة، بينما وزارة الكهرباء ووزارة الصحة دون وزير. هل ستبقى الوزارات تدار بالأصالة بالوكالة، أم سيتم تعيين وزراء بالأصالة؟ شكرا. فيما يتعلق بوزارة الصحة، الحكومة أنجزت ما عليها ورشحت وزيرا لمجلس النواب، وكما نقول الكرة الآن في ملعب مجلس النواب ليقر هذا الترشيح ويكون هناك وزير للصحة، وآمل أن مجلس النواب ينظر بعين المسؤولية لهذا الموضوع، خاصة بعد كل هذه الفواجع التي نواجهها في قطاع الصحة والمستشفيات. السلام عليكم سيادة الوزير، معك نادية شامخ السعدي من الوكالة الغربية. تحدث الناطق الرسمي باسم هيئة التقاعد العامة في مؤتمر صحفي حول عدم زيادة رواتب المتقاعدين ذوي الرواتب القليلة إلا بتشريع قانون من مجلس النواب، فما رد الحكومة على هذا التصريح؟ نعم، موضوع رواتب المتقاعدين هو نفسه، القانون هو نفسه جار
والرواتب هي نفسها، ليس هناك أي يعني كلام أو تناول لهذا الموضوع، فالأمر ما زال هو نفسه. تفضل. سؤال آخر. السلام عليكم أهل الوزير. السلام. فاروق صالح مراسل للسومرية. حتى بعد إجراء خطوات متقدمة فيما يتعلق بإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، هناك من يشكك بإمكانية إجراءها في الشهر العاشر، مستغلا ربما بعض المشكلات التي تحدثتم عنها لتحقيق هذا التأجيل، رغم أن الحكومة لا تزال تواصل إصرارها على إجراء الاقتراع في موعده المقرر. من أين ينبع إصرار الحكومة على ذلك؟ وهل هيئة ما يلزم لإجراء عملية انتخابية تختلف جملة وتفصيلا عن سابقاتها؟ شكرا جزيلا. يعني أنا هنا أمثل وجهة نظر مجلس الوزراء فيما يتعلق بالانتخابات، وقلتها مرارا وتكرارا أن منبع إصرار الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها المبكر هو أن في أساس الإتيان بهذه الحكومة أهم مهمة لها هي إجراء انتخابات مبكرة، هذا متفق عليه مع القوى السياسية، هذا متفق عليه في البرنامج الحكومي، والحكومة منذ اليوم الأول تلهج بإجراء انتخابات مبكرة، وطرحت أولا الشهر السادس ثم مدد بطلب من المفوضية إلى الشهر العاشر، الآن بالنسبة للحكومة 10-10 يوم مقدس لإجراء الانتخابات، نبذل فيه قصارى جهدنا في دعم المفوضية لإنجازه في هذا الموعد المحدد، تلك هي مهمتنا، وأعتقد أننا قدمنا أدلة عديدة على شكل قرارات من مجلس الوزراء على هذا الأمر. شكرا جزيلا.